مرحبا جميعا. هلا اليوم بدي اورجيكم فيديو. هذا هو ببغاء سنغالي اللي حكيت لكم عنه، اللي كان عمره 3 سنين. في كان شرحت اكثر من فيديو كيف بعلمه الصعود على اليد، كيف بتعامل معه، كيف بعلمه على الطيران الحر. طبعا هذا هون بدنا نجاوب على سؤال انه هل ببغاء الكبير بالعمر اللي هلا هو طبعا وصل لسن البلوغ قابل للتعليم، علما انه هو ما كان مروض ابدا. فنعم هو قابل للتعليم وقابل للترويض، وهلا رح تشوفوا كيف تعلم هو الطيران الحر. سؤال انه هل هو قابل للتعليم او لا. فهذا هو ببغاء تعلم الطيران الحر. شوف شلون. جود بوي، برافو سامي، جود بوي. هي وكمان مشان نتلافى شوي العضوة اللي بده يطلع على الايد، بنوجه هيك البزر لفوق وبنحط شوي ايدنا مشان نركزه هيك لفوق. يان مون، جود بوي، فوالا راجعوا محله، جود بوي. شغلة أخيرة كمان، هي طريقة مسكه اللي ما بودي للبيت، الطريق كله لازم نحن نمسكه بالمنشفة. فالطريقة هي طريقة نفس طريقة تعليم الصعود على اليد اللي هي كان بالمنشفة. بمسكه بيوقف، بعد ما يوقف بلف رأسا هيك وبفتو، شايفين هيك بصير. هاي الطريقة حتى امسكه، وقت اللي امسكه على البيطري مشان ما يتلبك، او انه مثلا من قفص لما ما بيكون لسع متعود على المسك مثل العادة. واذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي سبسكرايب لحتى يصلكم كل شيء جديد. شكرا كثير لكم.